بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل دلوقتي مع بعض باقي سلسلة الشروحات المتقدمة لبرنامج سيفل 3D، إعداد مهندس أيمن محمد أنديل. هنستكمل مع بعض باقي الحلقات بتاعتنا. الدرس بتاعنا النهاردة هو بعنوان سيرفيس وكونتورز، الأسطح والكونتور. هدخل على البرنامج بتاعي، ده اخر شكل وصلنا له، وهو ستايل بتاع النقاط. طبعا لو عايزين نتحكم فيه زي ما اتفقنا في ستايل النقاط، الستايل دلوقتي هو ستايل خاص بالنمبر او ترقيم النقاط. عايز احدد